السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ انا هتكلم في عجاله سريعه كده عن الابلكيشن بيلدر بتاع السبيشالست ريجستريشن او السيباريتورز. تمام، فدي شيك ليست في الاول بتعلم عليها. صح، خلي بالك ان انت ما ينفعش تغير اي حاجه مكتوبه، يعني اي موديفيكيشن ممكن يتاخد اجينست يو. هنا مكان دي البيرسونال ستيتمنت، ودي ليف ات فور يور كريتيفيتي. تمام، نيجي بعد كده التشيك ليست في الباكج. هتلاقي حسب السبيشاليتي، في بعض السبيشاليتي عندها تشيك ليست يقول لك الكواليفيكيشن بتاعك، السي في، السيرتيفيكيتس، الكونفرنس، الكلام ده. تمام، فدي التشيك ليست الاولانيه اللي هنا. كويس، بعدها السي في. السي في طبعا هو ستراكشر سي في، هم عاملين فورمات بتاعته او التمبلت بتاعه، ف انت هتمشي عليه. الادفايس بتاعتي هنا ان انت تحاول تخلي السي في ده اخر حاجه تعملها. تمام، لان انت هتلاقي نفسك بتغير فيه في حاجات. يعني تاني حاجه تحاول على قدر الامكان، لو انت مثلا ايه عند نقطه الكونفرنسز والماستر كلاسز والكورس اللي انت حضرتها، لما تحطهم بترتيب معين هنا، حطهم بنفس الترتيب في الورق بتاعك في الابلكيشن، بحيث ان يبقى اسهل للاسيسور ان هو يراجع الحاجات دي. تمام، طيب بعد كده الكواليفيكيشن بتاعتك دي بقى هنبدا في الكلام اللي هو المهم. حضرتك بتشوف بابليك نوتري او سوليستر بيمضي لك عليها. في الغالب سوليستر ممكن، يعني في واحد عمل الورقه كله خد 20 يورو على الورقه كله. انت مش محتاج تحط تعمل كل شهاداتك خالص، انت محتاج تعمل الباسبور والبيزك ديجري واللي هي الاكزيت اكزام. تمام، يعني مثلا اللي شهاده البكالوريوس وشهاده الفلوشيب مثلا والباسبور. الباسبور في الاخر، بس اعتقد ان هم كانوا طالبين ان هو يبقى ايه authenticated as well. يعني كويس، الجزء ده اللي تحت انا اللي عامله كده، يعني انا مزوده، يعني انا شارح الحاجه اللي فوق شارحها تحت. كويس، بالنسبه لي بعد كده السيكتور ده بيتكلم على البيزك تريننج. طبعا احنا كبيزك وهاير تريننج ممكن الحاجات دي مش موجوده عندها فورمال، حتى اللي خد بروجرام في مصر مش متقسم كده. فاي بوست انت اشتغلته، لو اشتغلت بوست اس اتش او فتحطه، يعني تخلي حد يمضي لك الفورمه بتاعته على انها بيزك تريننج، واشتغلت بوست ريجسترار خليها ايه هاير تريننج. اللي انا عملته ان انا عملت من كل مكان اشتغلت فيه بيزك تريننج وهاير تريننج. اللي هي البيزك تريننج بيسموه سي ستيم، والهاير تريننج اسمه اي ستيم. هتلاقي برضو الفورمات دي موجوده في الابلكيشن. انا بتكلم عن تخصص طوارئ، وموستلي هتلاقي الحاجات دي بتندرج في التخصصات كذلك. تمام، فدي بس بتعبي الفورمات دي من المستشفيات اللي اشتغلت فيها. وممكن تحط نبذه عن كل مستشفى، ان المستشفى دي مثلا فيها 1000 سرير او فيها كلام من ده، بتلاقيها موجوده على الموقع بتاع المستشفى، الويب سايت بتاع المستشفى، بحيث ان تدي كريديبيلتي شويه للمكان اللي اشتغلت فيه، تيتشنج هوسبيتال، تروما سنتر، تيرشري سنتر، حاجه زي كده يعني. طيب ايفيدنس اوف البيزك تريننج، هنا بقى نعمل شويه سبيسيفيكيشن. هركز شويه على البيزك تريننج. لو مثلا حد خد تريننج فورمال تريننج مثلا، هنا في ناس مثلا زمايلنا خدوا بيزك تريننج، هيحط الشهاده بتاعته. ما كانش ممكن لو انت خدت مثلا ريزيدنسي او خدت مثلا نيابه في مصر او كده، او خدت ساعات معتمده بتحط، ما كانش بتعمل الفورمه بتاعت السيستم من المكان اللي اشتغلت فيه البدايه بتاعتك. اتقبل مني ورق من جوه ايرلندا وبره ايرلندا، وفي ناس برضه اتقبل منهم ورق كتير من بره ايرلندا، فانت مش مجبر تجيب كل ورقك من جوه ايرلندا. طبعا الموضوع بيختلف من تخصص لتخصص. في بعض الاسيسترز يقول لك لا انا اي كانوت اسيس ذيس دوكيومنتس، فالموضوع بيختلف من حد لحد. تمام، سيرتيفيكت كومبليشن اوف تريننج مثلا، انا كان معايا اللي هي التريننج بتاعت الفيلوشيب في مصر فحطيتها. تمام، وممكن تعمل اولويز يو كان ريفيرت، ممكن تقول ريفيرت تو سيبريتور 16 او سيبريتور 15، هتلاقي فيه كذا او كذا مثلا. يعني اجين الجزء ده انا اللي مزوده، يعني بعمل بيرسوناليزيشن شويه للابلكيشن بتاعي. طيب اللي انطبق على البيزك تريننج هينطبق على الهاير تريننج، بس تخلي ده حاجه يعني ريسنت شويه. ان انا كتبت مثلا ان انا هنا اشتغلت في ايرلندا ومشيت على الكوريكولم بتاع الترني، وعملت الوكب اسسمنت الحاجات اللي بيعملوها، وفولو السالبس بتاع الار سي اس اي او الرويال كوليدج اوف امرجنسي ميديسن. كويس، والفورمات موجوده
بتاعت الايه الاستيمو سيستم تمام، وكلمت النبذه على اللوك بوك بتاعي، فما حطيتش هنا كتير يعني، حطيت بس فتحت السبريتو ده حطيت ايه فورمات بتاعت استيم. انا عملت فورمات استيمو سيستم كذا واحده من كذا كونسلتنت، بحيث حطيت شويه تحت السبريتو ده وشويه تحت السبريتو ده، لان هو الكلام ما هوش واضح كتير يعني. بس انت على قدر الامكان بتحاول هتحاول تغطي حاجه دليل على انك خدت تريننج، او ان انت عملت اكزامز، او عندك النولج المعينه بتاعت الايكوفالنت للاس بي ار تمام، وعم تعمل السكيلز دي، فالحاجات دي بتغطى في الفورمات اللي هي الاستيمو سيستم. طيب النقطه الثانيه بقى، انت المفروض توري الاسيسور انت ازاي كانت بتعمل لك اسيسمنت. طبعا الاسيسمنت ده ديورينج وافتر وبيفور مثلا، او بيفور وديورينج وان افتر كويس. فانت في الاول خالص لو عندك بيرسونال ديفلوبمنت بلان يبقى كويس، اللي هي اسمها بي دي بي، كنت عامل لها فيديو لوحدها. طيب لو في مثلا ورك ويت اسيسمنت انكلودنج الميني كيكس والسي بي دي والدوبس الفورمات دي حلو. وفي اخر كل سنه المفروض تعمل ابريزل، ما فيش هنا فورمال ابريزل للناس اللي هي في سيرفيس جوب، بس انت ممكن تروح تقول الكونسلتنت بتاعك او المينتور او سوبرفايزر انا عايز ايه ابريزل فورم، ودي موجوده وممكن ان ابعتها لكم، اللي هي بتاعت ايرلند، والناس تملاها من الناس السوبرفايزر بتوعها يعني. بير مايند ان معظم الابلكيشن هنا بيعتمد على كلام الناس اللي حواليك عنك يعني. الاسيسور مال لك الفورمات، عمل لك الاستراكشر فور، عمل لك الريفرنس ليترز، الكلام من ده تمام. طيب وجزء من التقييم بتاعك هو الاكزيت اكزام او الفيلوشيب اكزامز، فده بيعتبر ميثود اوف اسيسمنت للنولج بتاعتك، وعلى حسب الاكزام يعني الاكزام ده كان ريتن ولا كان كلينيكال ولا كان مانجمنت ولا كريتيكال ابريزل كويس، فده ات وورث سبيسيفيكيشن هنا يعني. طيب السيكتور اللي بعد كده او السبريتور اللي بعد كده بيتكلم على الاكسبيرينسز او التريننج اللي انت عملته. ف يعني لو انت اشتغلت في حاجه في البريفري مش هيكون نفس الويت لو انت اشتغلت في حاجه في مثلا تيرشري سنتر او حاجه زي كده. فهنا برضه هتحط مثلا نبذه عن المستشفى، ولو انت واخد تريننج بروجرام يبقى الكوريكولم بتاعك تمام. لو في انا كنت حاطط يعني انا عملته هنا حاطط صفحه عن كل مستشفى اشتغلت فيها كويس، ولو انت مثلا خدت تريننج ريزيدنسي في مصر او في مكان او فيلوشيب او كلام من ده وعندك الكوريكولم بتاعها ممكن تحطه تحت السيبريتور ده. طيب طيب احنا في سيبريتور 9 وسيبريتور 12 هنتكلم على اللوك بوك، هتلاقي نفس الكلام تقريبا، بس هنا بيقول لك ديورنج، الثاني بيتكلم في البروفيشنال كومبتنس بتاعتك. اللي انا عملته ان انا عملت ديورنج تريننج الحاجات اللي هي الروتيشنز اللي انا عملتها كويس، لو انتوا عندكم موديولز او كلام من ده. طيب دلوقتي الابلكيشن اللي احنا بعته ده بنعمله هارد كوبيز، يعني بتحط ورق كده مفرط وممنوع انك تلبسه لان هو بيحطه على سكانر بيبقى سكان لكل ورق تمام. فايه اللي بيفرق الحاجات عن بعضها؟ فانا كنت بعمل كفر ليتر او سب سيبريتورز، يعني مثلا البيدياتريك خلص اقوم حاطط كفر ليتر او يعني هيدنج جديده، ده مثلا اكيوت ميديسن هيبدا، بعد اكيوت ميديسن خلص اقوم حاطط سيبريتور تاني ورقه زياده انا حاططها انستيزيا لوك بوك من هنا مثلا وقت مثلا عدد الكيس اللي جوه كلام من ده، وكذلك في الاي سي يو حلو. فانا ممكن اوريكم حته الهيدنجز او السب سيبريتورز اللي عملتها دي قبل كده. طيب بعد كده الاكسبيرينس كونتنت دي هيبقى عندنا الريفرنس ليتر و اجين الفورمات. ممكن يعني انا اعرف ناس عملوا كوبيز من الاستيمو سيستم حطوها تحت 4-5 سيبريتورز، في ناس قال لك ريفير تو سيبريتور كذا الاستيمو سيستم هناك بوست عليهم، ده مشي وده مشي. انا عن نفسي ارجح ان انت تطبعهم كذا نسخه كويس. هنا برضو بيتكلم على الاكسبيرينس كونتنت، فانت لو انت عندك ريفرنس ليترز او ريكومنديشن ليترز او بروف اوف تريننج
او حتى ستيتمنت من كوليج تحط هنا. طيب الاكسبيرينس اسسمنت دي الانستيتيوت نفسها يعني المستشفى بتاعتك انكلودنج بقى عمال وفلاحين وفئات وكل الناس، اي حد معدي في الشارع اذا كان بيشنت اذا كان سينيور اذا كان كوليج اذا كان جونيور اذا كان كليرك اذا كان مثلا بورتر او هيلث كير اسيستنت اي حد كويس. فدي الفورمات دي، وكذلك برضو حطيت سيبريتورز ثانيه مثلا ايه اول سيبريتور مثلا او اول كفر ليتر تحت السكشن ده مثلا انا حاطط مثلا فور فورمز اوف 36 ديجري فورم كويس 360 سوري. بعدها مثلا انا حاطط 15 مالتي ام اس اف مالتي سورس فيدباك كويس. بعدها الانستراكشرد ريفرنس ليترز، في عندك استراكشرد ريفرنس ليتر مطلوب منك خمسه برضه التخصص بتاعي اللي مكتوب فيه كده اظن ان هو باقي التخصصات نفس الكلام. عندك استراكشرد ريفرنس ليتر خمسه مطلوبين، دول بيجوا في انفلوب وبقى مختوم ممضي عليهم بره تمام، وبتحطه زي ما هو، ده الوحيد بتحطه زي ما هو بقى بغض النظر هو وشه ظهر او ظهر بس او كده ولا لا. وبعد كده انا برضو حاطط ايه دي الكفر او دي السب سبريتورز اللي انا عاملهم في السكشن ده. طيب دي النقطه الثانيه في اللوك بوك، فبيقول لك during your professional experience. انا فاهم المتواضع ليها ان اللوك بوك الثاني كان during التريننج بتاعك بقى وتحب تعمل الكومبتنس والكلام من ده، بعد كده انت بتعمل لوك بوك لنفسك مثلا عملت 1000 حاله عملت 2000 حاله اي مكان كويس. ف في ناس زمايلنا جابوا بس ايه كيس ليست، راحوا مثلا الاي تي ديبارتمنت وقال لهم عايزين ليست بالحالات اللي شفتها في خلال السنه اللي فاتت او الثلاث سنين اللي فاتوا وحطوها ومشي الحال. في ناس تانية فهمت ان اللوك سيكشن لوك بوك الاولاني بتقول فيه السمري اللي هو عدد الحالات وامبريف كده والستاتستكس، والسيكشن ده بتحط فيه اللوك بوك بتاعك نفسه بقى اللي هو الحالات وكده. انا ما اعرفش صح ايه الصراحه، بس هم هنا عايزين ان هو يكون انونمايزد اهم حاجه، ما يكونش فيه اي بيشن ايدنتيفاير انكلودنج الهوسبيتال نمبر، ده مش الاود، ولا البيشنت نيم كويس، ولا البيشنت نيم، ولا الادرس مثلا اي حاجه ايدنتيفاير. لا انت ممكن تحط الايج، ممكن تحط السكس، ممكن تحط البرزنتيشن والكلينيكال فايندنج او الرول بتاعك او الريفليكشن، دي الحاجات اللي بتحط. اجين اللوك بوك في فورمات كتير، في الكترونيك، في هارد كوبيز، في بورتفوليو، في كايزان، في اكسل شيت، في وورد، اللي انت عايزه يعني. ما فيش حاجه اي بلاك اند وايت. اعرف ناس قدموا بكل حاجات، قدموا بكذا حاجه هنا وفي يو كي ومش الحال، يعني قصدي ان هم كل واحد قدم بديفرنت فورمات ومش حالهم يعني كويس. بس اهم حاجه موضوع الانونمايزيشن، والاي ام سي عايزاها تبقى مختوم من المستشفى. طيب بعد كده ايه السي بي دي، انا قسمت السي بي دي بتاعتي حاجات انا اي توت ات اند حاجات اي اتندد او شيرد ان ات او حاجات انا اي اورجنايزد تمام. حاولوا هنا لو في امكانيه ان انت تخلي فيها ميكس من كل حاجه، ما يبقاش كلها مثلا حاجات لوكال، لا يبقى في مثلا حاجات لوكال، حاجات انترناشونال، حاجات ناشونال، حاجات فيس تو فيس، طبعا اونلاين، وكل حاجه دلوقتي بقت اونلاين، والاي ليرنينج موديولز على موقع رويال كوليدج اي مكان بقى التخصص بتاعك في من اب تو ديت. كذلك انا عملت سي بي دي دايري، عملت اكسل شيت حطيت فيه الحاجه دي، ده مش مانداتوري، ده انا عامله زياده، حطيت فيه مثلا الاكتيفيتي هو اورجنايز كونتنت هو بريزنت ايكوفالنت سي بي ديز مثلا او ريفليكشن بتاعي كويس. انا اللي عملت الفايل ده وهو مش مانداتوري، فلو حد عايز يعمله بس هو تفهاسل يعني خد وقت. طيب ريسيرش وببليكيشن، الريسيرش وانا بتكلم على ريسيرش يعني فرانك كده، فلو ما عندكش ريسيرش ممكن تحط ما عنديش، ممكن تحط تستايل عندك لو انت عندك بوسترز جورنال كلابس، لو عندك برزنتيشن او ابستراكتس او كواليتي امبروفمنت بروجكت. انا حطيت الكلام ده كله في الاخر قال لي انت ما عندكش ريسيرش كويس، بس ما كانش عائق يعني في الابلكيشن. ف
يعني انا كنت باعت ورقه، يعني كان في 2 ابستراكتس منشورين، بس هو قال لي ما عندكش ريسيرش. قلت خلاص يعني انا غلطان، بس اهم حاجه تكون عدتني. يعني النقطه اللي بعد كده المانجمنت اكسبيرينس، وفي النقطه دي انا كنت يعني حابب ان يكون فيها ترانجيليشن شويه، ما بقاش انت بتتكلم على وان سايد بس، تخش اخدت كورس مانجمنت وخلاص، ايوه ماشي، وبعد كده عملت ايه؟ فعايزين يكون في مانجمنت كورس حلو، وبعد كده اسسمنت، تعمل لك مثلا اسسمنت ان انت مثلا بتعمل مانجمنت في ديبارتمنت، او بترد على كومبلينز، او بتعمل انت روتا ميكر، او ليدنج سيكشن في ديبارتمنت، او ماسك فايل او كده، او ماسك موربيديتي مورتاليتي او حاجه زي كده. وريفليكشن وريفرنس، انت بقى اتعلمت ايه او استفدت ايه، او انت غيرت ايه في البراكتس بتاعك كويس، او ريفرنس من كونسلتنت بيتكلم عليك كلمتين كويسين ايه في المانجمنت. واجين السيستم والاستم ماشي معاها في كل حته كويس. فدي ده الجزء بتاع التريننج، سوري، الجزء بتاع المانجمنت والليدرشيب. طيب احنا كده في 16، وفضل لنا 2 كمان. رقم 16 موضوع الاوديت، وطبعا هم ليهم تمبليت محدد، ولو في حاجه لها تمبليت طبعا مش هنعمل حاجه غير التمبليت بتاعهم. على الاقل اوديت واحد في السنه، ويكون completed cycle كويس. ف ال QIB يعتبر completed cycle audit. طبعا هتعمل revert again لل system وال system لو مكتوب فيهم حاجة عن الاودت بتاعك كويس، هتاخد الاودت بتاعك تعمله في الصفحة بتاعتهم، في التمبلت بتاعتهم وهكذا. طيب ال mandatory courses هتلاقي فيه ليستة بيها، basically هي تبقى هي ال life support courses كويس. احنا بالنسبه لنا مانداتوري ساين اوف بتاع ليفل 1 الترا ساوند، واعتقد مانجمنت وليدرشيب ده موجود مانداتوري عند كلنا كويس. اعتقد هيومن فاكتور من الحاجات اللي هي مطلوبه، انا مش متاكد، فهي يعني ده سيلف اكسبلاناتوري زي ما بيقولوا. فالسكشن ده ما فيهوش كلام كتير، الحاجات المانداتوري هتحطها. واجين لو انت عندك حاجه عامل عليها ريفليكشن، او حاجه او واخد دبلومه، او واخد حاجه في حاجه بتحطها هنا. ويا حبذا لو انت عملت ريفليكشن او كتبت كلمتين على اي كورس او كونفرنس حضرته، اذا كان هنا او في سيكتور سي بي دي، بيبقى شكلها اظرف. يعني انت ايه، انا والله عملت اخدت الكورس ده وبعد كده غيرت البراكتس بتاعي عملت كذا، او انا اخدت الكورس ده بعد كده عملت تريننج سيشن للديبارتمنت عندي، او عملت مثلا بدات بروجكت جديد في الطوارئ او في الاسم. تمام. اخر حاجه المترينيات بقى، ليه احط انت عايز تحط صور عيالك حطهم، انا بمزح طبعا. يعني هنا تحط لو انت عندك بقى الاون سي في بتاعك عايز تحطه. انا عملت برضو سامري اوف تريننج، اللي هو ايه يعني حاولت اتسيل ماي سيلف ان هو ايه، مثلا المستشفى دي اشتغلت فيها بيدياتريك، واشتغلت فيها باطنه، واشتغلت فيها إيه، عملت روتيشن في الاي سي، وعملت روتيشن في مش عارف ايه وكلام من ده. المستشفى دي عملت فيها كذا وكذا وكذا، المستشفى دي كنت فيها الليدر في كذا، المستشفى دي كنت فيها شيف سبيشالست في كذا كويس. اللي هو حاولت اجمع الحلو من هنا الحاجات اللي ما لقيتلهاش مكان في السيبريتورز اللي فاتت دي كلها حطيتها هنا. تمام. وهنا بتحط فيها الباسبورت بتاعك وصوره شخصيه، انا مش عارف ليه بس بتهيألي دي كانت من الحاجات المطلوبه كويس. ارجو ان اكون افدت باي حاجه. فده بالنسبه لي الحاجات اللي انا كنت شايف ان هي ممكن افيد بيها. تمام. ولو في أي حاجة أقدر أعملها أنا في الخدمة، وشاكر ليكم حسن استماعكم، وشكرا يا شباب. هنحاول إن شاء الله لو في حاجة أقدر أعملها.